السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده جلاش باللحمه المفرومه، ودي لحمه معصجه كانت عندي في الفريزر. بنجيب الجلاش بنفرده كده ونحط عليه الصينيه، بنقصها على قده بالظبط، وبعدين بنجيب الصينيه وندهنها زبده وبنبدا نرص الطبقات بتاعتنا، وبندهن ما بين كل طبقه والتانيه زبده زي ما انتوا شايفين، ونجيب الجلاش اللي احنا قصيناه بنحطه في النص كده، مبيخسرش معانا خالص. وبعدين بنكمل الطبقات بتاعتنا عادي جدا، ونضيف اللحمة المفرومة، وبعدين بنخرطه كده مربعات او الشكل اللي انتوا عايزينه. وبعدين بنضيف كوباية اللبن على البيضة على رشة فلفل اسود، ونحطه في الفرن ونطلعه، وهو ده حلوين والف هنا وشفا.